اهلا بكم قراء متابعي اليوم السابع، اهلا بكم مشاهدي تلفزيون اليوم السابع. احنا النهارده قدام مسجد المشير بنستقبل جثمان الراحله دلال عبد العزيز. زي ما احنا شايفين النجمه شيرين وصلت دلوقتي، طبعا الفنانة شيرين لها كتير من أعمالها مع الفنانة دلال عبد العزيز والأستاذ سمير غانم. طبعا الأمن هنا مانع دخول أي حد قبل الصلاة، هنا قالوا لها لا هاتي العربية هتدخلي. زي ما حضراتكم واحنا منتظرين وصول جثمان الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز. طبعا اولى نجوم الفن اللي وصلت هي الفنانة شيرين. طبعا اجراءات امنيه طبعا بتتم اثناء الدخول. طبعا شايفين صف كبير من العربيات. هنوريكم طبعا بنجوم الفن اللي بيوصلوا لحظه بلحظه ولحظه وصول الجثمان. طبعا زي ما احنا شايفين تم منع دخول الصحفيين والمراسلين والقنوات. لو مكتوب عليها صحفي ينزل، دي الجمله اللي قالها رجل الأمن. طبعا عايزين نأكد البقاء لله طبعا في وفاة الفنانة دلال عبد العزيز اللي توفت صباح أمس، أنا عمري يناهز 61 سنة. دلال عبد العزيز توفت وتركت تركة كبيرة جدا 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 من حب الناس ومن الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية. وحب الناس ده اللي احنا بنشوفه في كل لحظة بنحاول نتابع فيها كان حالتها الصحية والدعوات اللي كانت بتحصل. حضراتكم انا عايز اقول لكم كم العربيات دي كلها ولسه نجوم الفن في الطريق. خرجت طبعا خرج جثمانها من شوية من مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وفي اي لحظة طبعا هتوصل. طبعا اللي عرفناه ان معاها نجوم الفن كلهم بعربياتهم وراها. طبعا احنا شايفين ناس جاية تصلي عشان صلاة الظهر وعشان كمان صلاة الجنازة أرى روح الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.
دلال عبد العزيز. طب خلينا طبعا السبكي، المنتج احمد السبكي. طبعا الامن طلب طبعا في تجديدات امنيه، محدش يدخل غير الاقارب والاصدقاء. شايفين حضراتكم كم الصحفيين والإعلاميين اللي جايين يغطوا الحدث. بص على الفضائل في العربية كلهم. سما سما على الكف اللي هو زي انا بعت لكم حاجات اهو. طبعا زي ما حضراتكم شايفين بنتابع. وصول الأقارب والأصدقاء. لجنازة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز. طبعا لسه طابور السيارات ممتد من أقارب وأصدقاء وعشاق فنانة دلال عبد العزيز للمشاركة في جنازتها.
ولسه في اي لحظة ممكن يوصل جثمان الفنانة دلال عبد العزيز لصلاة الجنازة عليها. طبعا زي ما حضراتكم شايفين اي حد بيبقى لانهم ما عندهمش تعليمات بدخول الصحافة، فاي حد بيبقى بطاقة بتاعته فيها صحافة بيرجع. احنا لسه منتظرين بين لحظة والتانية هنلاقي العربية اللي فيها جثمان الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز. وزي ما عرفنا ان في موكب كبير معاها من الفنانين والفنانات، هنعرف مين اللي جه، هنوافيكم بكل التفاصيل ان شاء الله. النهاردة من المتوقع انها هتكون جنازة اكثر ازدحاما من نجوم الفن لعدة اسباب. طبعا اولهم ان الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز زي ما بيقولوا كده كانت صاحبة واجب، وده اللي هيخلي كتير جدا جدا من الناس اللي هتيجي تعزي هتيجي عشان بيحبوها طبعا، وعشان يردوا الواجب اللي هي اكيد عملته معاهم قبل كده. الحاجة التانية ان طبعا مع التخفيف اجراءات كورونا فمن المرجح ان الجنازة قد تشهد نجوم اكثر من الفنان سمير غانم. احنا منتظرين بين لحظة والتانية نجوم كتير جدا ان شاء الله. اللي منتظرين للحظة وصول جثمان نجم الراحلة دلال عبد العزيز. فنانة إلهام شاهين وصلت
طبعا طبعا حالة من الحزن كبيرة جدا. زي ما احنا شايفين واقف ليه ده؟ يلا يا عم ده طبعا شايفين العربية فيها الفنان محمد الشقنقيري. حد بيزق حد كده؟ اخواتي يعني احنا ممكن ندي لبعض مساحه بقى يعني كمان كده الموضوع مش هيبقى لطيف خالص بقى. طبعا هنضطر نبعد احنا عن الزحمه. طبعا الفنانة حمد عاكف. لا 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 حاول حاول كلمة فنانة بركة فيك يا حسين. بركة فيك بعد إذنك يا فندم. لا لا أطلع دلوقتي أطلع تقولي الفنانة دنيا سمير غانم والفنانة إيمي. اللي سمعناها الفنانة هند عاكف وهي طبعا تبعت رسائل لبنات فنان سمير غانم والراحلة دلال عبد العزيز. ربنا يصبرهم ويلهمهم الصبر والسلوان. زي ما انتم شايفين يا جماعه الاجواء
الجو حر النهاردة وفي إجراءات أمنية مشددة على الدخول في البوابات. نحن بننقل لكم كل حاجة لحظة بلحظة. معاكم أسامة طلعت ومحمد فتحي عبد الغفار في انتظار وصول جثمان الراحلة دلالة عبد العزيز. فنادى عبد العزيز كان ليها سيرة طيبة عند الجميع، عند جمهورها، عند اللي اشتغلوا معاها، عند زملائها في الوسط الفني حتى. يعني كانت حريصة على التسبيح وقراءة القرآن بصفة مستمرة. رحمة الله عليها، أحبت المصريين فأحبوها. هنا من أمام مسجد المشير طنطاوي، بننتظر وصول الجثمان اللي هو اتحرك من مستشفى الشيخ زايد وفي الطريق دلوقتي للوصول. كان في مصدر خرج امبارح في تصريحات صحفية قال ان الفنانة دلالة عبد العزيز عرفت بخبر وفاة زوجها من يومين ثلاثة تقريبا. يعني فهو بيأكد ان ده كان سبب من اسباب تدهور حالتها الصحية. كانت هي بتستعد في الفترة دي لزراعة رئة بس ما حياتها الصحية لما تدهورت. شو الفنان محمد فنانين يا جماعة بيبدأوا في الوصول. فنان محمد التاجي هو غالبا كده الجنازة على وصول. اللي احنا شايفينهم دول كلهم يا جماعة اقارب وزملاء أسرة الفنان سمير غانم الفنانة الراحلة دلالة عبد العزيز. بيتوافدوا لأداء صلاة الجنازة على روح الفنانة الراحلة دلالة عبد العزيز. الموكب الجنائزي اللي جاي ده يا جماعة هو في سيارات كتير جدا اتحركت من امام مستشفى الشيخ زايد التخصصي اللي كان فيها جثمان الراحلة دلالة عبد العزيز. سيارات كبيرة جدا اتحركت مع الجنازة وفي طريقهم دلوقتي للوصول لمسجد المشير طنطاوي. كانت الفنانة دلالة عبد العزيز عاملة جروب على الواتس كده يا جماعة لزملائها في الوسط الفني علشان خاطر
ختم القرآن، كانت حريصة على أنها تخلي زملائها يختموا القرآن معاها رحمة الله عليها. دلوقتي هم سمحوا للزملاء الصحفيين ان هم يدخلوا يغطوا. زي ما انتم شايفين الأجهزة الأمنية هنا سمحت للصحفيين ان هم يبدأوا يخشوا لتغطية جنازة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز. هندخل دلوقتي يا جماعة وهنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل بمجرد وصول جثمان الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز. كان معكم أسامة طلعت ومحمد فتحي عبد الغفار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.